لا يوجد شخص أحبه كل الناس، لا بد أن يوجد بعض الناس ممن لا يحبك، ولا يلزم أن يكون هذا بسببك. فحتى الأنبياء لا يحبهم كل أحد، مع أنهم ما أخطأوا لكن كان لهم أعداء. ولكن السؤال هو كيف حماهم الله تبارك وتعالى من أعدائهم؟ لقد حماهم الله تعالى بكلمات قالوها وأدعية معينة إلى السماء رفعوها. فما هي هذه الأدعية القوية جدا التي إذا خفت من إنسان أن يضرك فما عليك إلا أن تقولها وسيحميك الله تبارك وتعالى منه ومن كيده؟ ما هي؟ احفظها معي. الدعاء الأول عبارة عن كلمة قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقوه في النار، وكانت آخر كلمة له قبل أن يلقى في النار، آخر كلمة، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هدده المشركون بعد معركة أحد أنهم قادمون لاستئصال المسلمين تماما. معنى حسبنا الله أن الله هو الذي سيكفيني، ومعنى الوكيل أي ونعم الإله الذي يكفي عباده ويقوم بمصالحهم ويحميهم. هذه الكلمة طلب من الله أن يكفيك، فإذا قلتها حماك الله الذي حمى عباده الذين قالوا هذه الكلمة على مر العصور، ولا تستهن بها، فهي كلمة والله عظيمة. كان السابقون يحسبون لها ألف حساب. كان ابن حكيم يقول ما هبت أحدا هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، يقول حسبي الله، الله بيني وبينك. يخافون. وتوجد أدعية أخرى تحميك من الناس الذين تخافهم وتقلق منهم، هو أن تقول اللهم اكفنيهم بما شئت، يعني اللهم اكفني هؤلاء بما تشاء. هذه الكلمة هزت الظلمة فيما سبق، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قصة أصحاب الأخدود الذين حرقهم الملك الظالم بالنار لأنهم تبعوا الإسلام ولم يتبعوا دين الملك الظالم. فقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الغلام الصالح من قوم أصحاب الأخدود حماه الله من الملك الظالم مرتين بهذه الكلمة بالذات. قال صلى الله عليه وآله وسلم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، يعني رفض، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في مركب فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال الغلام نفس الكلمة، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. أرأيت عظمة هذه الكلمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف جلال هذه الكلمة، ولهذا استعملها هو بنفسه في وقت هو أحوج ما يكون إليها صلوات ربي وسلامه عليه. قد يقول قائل ولكن هذا كله دعاء للحماية من هذا الشخص الذي أخاف منه، هل يوجد دعاء أقوله لكي يسكن الله خوفي وقلقي؟ نعم موجود. في غزوة الخندق خاف الصحابة وهم بشر، حتى قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قال الصحابة يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر خوف. قال نعم صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم. أخي الكريم أختي الكريمة، هذه أدعية ستحميك وستحفظك، هذه أدعية ستنصرك على من يريد أن يضرك ظلما. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا تهملها، فهي والله تقلب المعادلة بينك وبينها.